هل يجوز الأب أن يحرم أحد بناته من الميراث كونها تزوجت من غير معرفته وضعت أهلها تحت الأمر الواقع؟ لا ما حتى لو حرمها ما تنحرم، ما تحرم إلا إذا وزع أمواله في حياته، إذا وزع أمواله في حياته. لكن يقول أحرمها من الميراث وإذا مات ابتلت غصب عليه، لكن القصد إذا وزع تركته في حياته نعم. فإذا تزوجت بغير رضاه يعني هذه فيها تفصيل حقيقة، يعني إذا هو موجود وتزوجت بدون رضاه وهو وليها فالزواج غير صحيح أصلا، تنتبه لنفسها، الزواج غير صحيح إلا إذا كان القاضي زوجها لعضل الأب لها، يعني زوجت في أمر القاضي لأن أباها عضلها والقاضي رأى أنه يحق لها أن تزوج، هذا موضوع ثاني. أما إذا زوجت من وراء ظهره بدون ما يدري كذا، هذا ليس بزواج، تنتبه لنفسها، هذا لعب زنا، ليس بزواج سواء كان طيب أو بكر، ما يجوز المرأة أن تزوج نفسها.